السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم ضمن النشرة الظهيرة مباشرة من القناة الثانية. والبداية بحادثة سير مروعة راح ضحيتها اليوم 42 شخصا لقوا مصرعهم وجرح 24 آخرين في حادث انقلاب حافلة للركاب وسقوطها في منحدر على الطريق الوطني رقم 9 الرابطة بين زاغورة ومراكش. روبورتاج عبد الصادق الرسيلي وخالد بن قدور والتحرير لسمير البحميدي. الحافلة سقطت من هذا العلو لتكون النتيجة ما يفوق 40 قتيلة وعديد جرحى. تفاصيل الحادثة وحسب شهود عيان تقول بخروج حافلة الركاب القادمة من زاغورة إلى مراكش عن مسارها بالطريق الوطنية رقم 9 لتسقط في هذا المنحدر، معلنة عن حادث مأساوي آخر. جاي متابعين ربعة، احنا شي ربعة الكيران، السيد راه وصل تما زعما جاي مشهورين كامل، جاي مشهورين السيد الكار جاي تخرج الكار تيبان لي جا الطريق راه مكرسه وكاين واحد الحفرة تما فين هابط هو، راه كاين واحد الحفرة في الكودرو يا اما من الفران يا اما من الكليماير ديال الديريكسيون، فاش غيرجع الشيفور الكار بحال هكا ما لقاش ما يرجع، جا من الفوق من العرينه طاح لتحت عباد الله تزلعوا الفوق. الحادثه وقعت على مستوى الجماعه القرويه زرقتنا التابعه لقياده توام اقليم الحوز، سيقول الحافلات في عين المكان قالوا بضعف البنيه التحتيه في هذه الطريق. الناس الكار جاي بواحد السرعه اللي ماشي هي تيفرط والعيا عنده العيا، تيجي دابا تيدوبل دوبل التراجي كيمشي وكيرجع، دابا الشيفور واحد ما كيقديش بالمشي والمجي. اللي سبب في الحادثه هو انه الشيفور عيان، ربما نعس، ربما عنده شي شاب. اختلفت الاسباب بين التقنيه منها وحاله بعض الطرق وكذا عدم احترام قانون السير، لكن هذه الحادثه بنتائجها الماساويه تقول بضروره ايجاد حل استعجالي لوقف نزيف طرق لا زال يحصد ارواح ضحايا ابرياء.